عمره يناهز 84 عام، مات البارح الجمعة رجل الأعمال الأمريكي ماريو سيغال، والذي سميت لعبة سوبر ماريو الشهيرة باسمه. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن سيغال هو رجل أعمال أمريكي ناجح في العقارات من أصول إيطالية يعيش في واشنطن. في وقت اللي كان سيغال يتجنب الشهرة وحاب يعرف برك بما أنجزه في حياته، استلهمت شركة نينتندو تسمية بطل لعبة الفيديو المشهورة التي أنتجتها باسمه. بعدما أن استأجر للشركة مخزنا في الثمانينات القرن العشرين. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن شخصية سوبر ماريو كانت في الأصل تحمل اسم جامب مان، قبل أما تقرر هذه الشركة باش تكرم سيغال وتطلق اسمه على بطل لعبتها اللي تعتبر من أنجح ألعاب الفيديو وأكثرها انتشاراً.